طيب احنا معانا على التليفون للتعليق استاذ علاء هراس نائب محافظ الجيزه لشؤون الاحياء. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. خليني اقول ان تم اختصار الموضوع كله في تعليق من احد المواطنين قال ما بقتش حدايق خلاص، فين الحدايق؟ فتعليق حضرتك ايه؟ واكيد استمعت لجانب من التقرير واكيد برضو على علم بالمشاكل دي. فندم احنا ردينا على الموضوع ده 100 مره وقعدنا مع الناس وردينا على الفضائيات، كتبنا في الجرايد. حدائق الاهرام دي عباره عن كومباوند. الكومباوند ده ليه؟ السور ده ليه بوابات وليه امن. لما نيجي نقول ان التكاتك بتدخل جوه، طب بتدخل ازاي؟ طب انت بتاع الامن اللي انت اللي بتدخلها. امال البوابات اللي انتوا عاملينها دي عاملينها ليه؟ المفروض ان الكومباوند ده اللي بيحكمه دلوقتي الجمعيه. المفروض ان الناس تعمل اتحاد شاغلين. اتحاد الشغالين ده هو اللي يدير، اذا ما كانتش عاجبهم الجمعيه دي دي هم اللي بينتخبوها. فالمحافظه مالهاش دعوه، او اي محافظه في البلد مالهاش دعوه بالكومباوند. احنا بندخل المخالفات بس. انا بقى الميه، الكهرباء، التكاتك مش بتاعتنا، دي بتاعه الامن وبتاعه الجمعيه المسيطره على الكومباوند دوت. انت حبيبتي شفتي اي كومباوند المحافظه بتدخل فيه تشيل زباله مثلا، ولا تشوف ترصف، ولا تعمل كهرباء ولا ميه؟ ده كومباوند هو اللي بيشوف الحاجات دي كلها، مش المحافظه. الكلام ده احنا قلناه كتير قبل كده والسكان عارفين الكلام دوت. ما هو الناس في الاخر بتقول نشوف المحافظه، يعني هي كومباوند وجمعيه خلاص كده يبقى المحافظه ترفع ايديها عننا. وبعدين يا فندم انه اذا كان حضراتكم بتدخلوا، يمكن ده كان كنت هسال حضرتك فيه وحضرتك رديت، بندخل للازالات، عملتوا حملات للازاله؟ وبالتالي الازاله دي ليها علاقه برضو انه في حاجه بتبقى مخالفه، بتقول لي ميه وكهرباء مالناش دعوه. طب ازاي لو في حاجه مخالفه وبتاخد وبتسرق كهرباء او ميه ما هياش موجوده، او بياخدها برضو بشكل غير قانوني، فبتتعاملوا مع حاجة وتسيبوا حاجة برغم ان الملف في الاخر مش واحد؟ احنا اللي بندخل الكهرباء ولا اللي احنا بندخل المية جوه الكومباوند ده؟ بس توافقوا ان الكهرباء تتسرق؟ تتوافقوا ان في كهرباء بتتسرق واموال دولة تضيع عليها؟ لا لا لا، واحدة واحدة. مفيش حاجة اسمها انها اموال دولة. المفروض ان اللي بيدفع الكهرباء ديت الجمعية، هي اللي بتدفع عن الكومباوند ده كله. اذا كان في واحد بيسرق، بيسرق من اموال الجمعية. هي بتدفع برضه بدون وجه حق يا فندم، لحد بيسرق التيار طيب الكهربي وتزيد التكلفه علينا كلنا. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا مش مسؤوليتنا ان احنا ندخل نعمل الكلام ده. ده الجمعيه هي اللي مسؤوله عن الكلام ده مش احنا. طب انتوا وجهتوا، احنا ندخل عشان مخالفات. ما تقدروش تتكلموا مع الجمعيه؟ انتوا ما بتتكلموش مع الجمعيه ولا الاهالي هم منهم للجمعيه على طول؟ لا الاهالي طبعا، لان هم اللي بينتخبوا الناس ديت. هو احنا اللي بننتخبهم؟ هم اللي بينتخبوا. زي اي نادي بيبقى له جمعيه عموميه، الجمعيه العموميه دي هي اللي بتقول مجلس الاداره ده يجي او يمشي. هم يقولوا اللي هم عايزينه، هم شايفين ان الجمعيه مش قايمه بمهام خلاص. طيب في قصه المخالفات او الازالات والاشغالات اللي بتشتغلوا عليها بس، وده اختصاصكم فيما يتعلق بمشاكل حدائق الاهرام، كان في شكوى من الناس اللي بيقول لك في حاجات بتتشال وحاجات لا، يعني لا يا فندم. كله بيتشال. بيتشال ويرجعوا يبنوه تاني، في قانون عليه. احنا لما نشمع دلوقتي وحد بيفض الشمع، القانون دلوقتي بياخد 6 اشهر، حتى 6 اشهر، وبياخد غرامه من 5000 حتى ادنى ل 10000. وديت وبرغم كده بيرجع تاني. هو بقى اللي لا، بعد ما بتشمعه او بتزيله برضه بيرجعوا يبنوا تاني؟ في متخيلين ان في قانون وفي بلاغات زي اي واحد يعمل حاجه غلط. لكن على المستوى القانوني خدتوا الاجراءات ضدهم يا فندم؟ يعني كم بلاغ او كم حاجه تعاملتوا معاه في الحملات اللي قمتوا بيها؟ يا فندم حضرتك واحد مندوب بكره وانا اديله كميه الازالات اللي احنا عملناها في الهضبه ولغايه دلوقتي شغالين. طيب على العموم يا استاذ علاء انا بشكرك شكرا جزيلا.